انا يعني غاضبه بزاف على كيفاش وصلت بين الظروف ان الاساتذه ديالنا يوليو يأكلوا العصا يعني حشومه كاع وعيب وعار ان الانسان عادي بلا ما يكون لا استاذ بلا ما يكون قارئ انسان ادولت ما عندش تشي واحد الحق يمسو بالاذى وعند الحق ديال كل مواطن مغربي يتظاهر ويدير لا مانيفيستاسيون ديالو ويطالب بالحقوق ديالو واكيد يعني شي حاجه خايبه بزاف وصل لها المغرب ان ولو الاساتذه ديالنا أه بحال كيقولوا كي تلات بهم ليام حتى ولاو كيتضربوا كي في الزناقي زعما حشومه كاع وعيب وعار واساتذه اللي غادي يقريو اجيال يعني ما فهمتش هذا ميساج هذا اللي كيدوزوا المغرب